أمر منهم فتحت. بلغ أبو السيد بلغ بأنه ما تنفتح. أمر منهم فتحت. غير أمر من المحافظ. زين والباحة يدوس هنا قام يدوس العالم. الباحة هنا قام يدوس العالم المحافظ. هو هذا محافظ نينوى. هو هذا من أهل الموصل. قبله أثير النجيفي ما حد حاسبه. ما رأيكم للقرار إقالة المحافظ نينوى؟ نحن ما نريده أخويا. ما نريده. اللي يريده خليه يروح وياه. نحن ما نريده. إنسان كذاب، إنسان مخادع، ما نريده. خلف الله على جماعة الإقليم اللي جو ساعدونا، اللي دزوا غواصين ودزوا إسعافات. نحن دعنا عن أي طائفة. خلف الله على أهل الجنوب، الباحة حاضرين ويانا ومتواجدين هنا ويانا، الباحة أهل الجنوب. ومع العلم ناس من إقليم كردستان هم كانوا متواجدين معانا، ناس الباحة من أهل دهوك وأهل إربيل، أعتقد أشخاصهم كانوا ويانا الباحة. والمحافظ جالوا هنا وشغل سيارته رادي يدعم العالم، دار وجهه ومشى. ما مش تحكي يعني، ما تحكي يعني. ناس ما 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 تعرف ايش تعبر، ما تعرف ايش تقول، ما تعرف ايش تقول، ما تعرف ايش تقول. خدمات ماكو، ها يعني خلص خدمات ماكو. اخاف احد يقول اكو جسور بالموصل فحسامع يجذب. اي جسر ماكو. روح يم الجسر هذا كاتبين عليه شركه الرحاب، الرحاب ما اعرف اسمها الشركه. زين بلطوا من الاصفاح الجسر وقع مني انا. زين شلون شغل هذا؟ جسر جديد؟ هذا جسر على اساس جديد، شلون شغل هذا؟ زين والكيبل الضوئي على اساس يمد؟ قصوا بكان الكيبل الضوئي ومشوا. لمن الكيبل الضوئي؟ اخو المحافظ هذا على اساس مستلمه. زين ونحن هاي قدامكم الشباب، لا تعيينات ولا من 2014 لحد بالحق. نحن اكبر محافظه للتعيينات، اكبر محافظه نحن بالحق للتعيينات. يعني نحن نحترم راي الاخرين ونحترم كل المحافظات، بس لان نحن انضرينا، انضرينا باتعس حياتنا، انضرينا من اكبر واحد بينا الى اصغر طفل انضر. وخلف الله على ناس فوج سوات اللي كان متواجد ورجال المرور، وخلف الله على الطيران العراقي. زين وخلف الله على اهل الابلام المدنيه اللي ما حد ذكرهم. زين ونحن اكو شغله مهمه، اما اهل اللي يتبعونا اهل الدين من اهل السنه ما حد شفنا. زين ما حد شفنا. هسه تجوا شفتوا احد الاشخاص يجي الا ما حدكم من اللي هميم وانت صاعد.